إلى ما يرونه سبباً رئيسياً في مأساتهم، تصل نيران غضب الإيرانيين المحتجين على واقعهم المأساوي، حيث هاجمت جموع من المتظاهرين الإيرانيين حوزة دينية في منطقة كرج القريبة من العاصمة طهران، مرددين شعارات منددة بالمنظومة الحاكمة فعلياً في إيران، ومحدثين حالة من الغليان الشعبي الذي طال المؤسسة السياسية الأمنية بجميع تفرعاتها، وذلك رداً على القمع الذي تمارسه ضد المتظاهرين أثناء احتجاجاتهم السلمية. التظاهرات المتجددة في كل فترة رغم كل القمع الأمني اتسعت هذه المرة لتشمل معظم محافظات إيران، صار شعارها السائد يسقط الدكتاتور. لم تعد التظاهرات تقتصر على الأحواز العربية ومناطق البلوش والأكراد، بل شملت مدناً إيرانية رئيسية كشيراز وأصفهان ومشهد وكرج، فضلاً عن العاصمة طهران. أما المطالب فتجاوزت حدود الإصلاح إلى تغيير النظام برمته. وفي تطور ملفت، حملت هتافات المتظاهرين روح التحدي لآلة القمع الضاربة من خلال صيحات عبرت عن كسر الإيرانيين لحاجز الخوف ودخولهم في مخاض مصيري يتعلق باقتصادهم المنهار وعلاقتهم مع دول الجوار ودماء أبنائهم التي تراق خدمة لأحلام النظام الحاكم التوسعي. وكان ذلك واضحا من خلال تنديد المتظاهرين بانشغال نظامهم في سوريا والعراق ولبنان وتركهم ضحية الجوع والفقر. ومع تسارع انزلاق الأوضاع في إيران إلى الهاوية، يتسع نطاق التظاهرات وتتحول إلى حدث اعتيادي يومي أفقد السلطات الإيرانية قدرتها على احتوائها وإخمادها، رغم استخدامها كافة أساليب القمع معتمدة على قوات الباسيج المعروفة بقسوتها بالتعامل مع المتظاهرين. واقع يضع الشعب الإيراني على سكة طريق مليء بالمصاعب، لكنهم يرونه الوحيد لنيل حريتهم المتمثلة بتحقيق شعارهم يسقط الدكتاتور.